الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ معاكم زميلكم الدفعة التالتة، هنكمل شرح المحاضرة الستة مع بعض. دول زمايلنا اللي توفوا، نديلهم جميعا بالرحمة، وان ربنا يجعل مأواهم الجنة، وربنا يلهم اهلهم الصبر والسلوان. موضوع المذاكرة: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. احنا اتكلمنا قبل كده على المايند ماب دي، وعرفنا منها التفاصيل، وعرفنا ان احنا بنتكلم في النون ميمبرينس اورجانيلز، خلصناهم كلهم ما عدا السيل فيلمنت، دي اللي هنتكلم عنها في المحاضره النهارده، والانكلوجن ما شرحناهوش. تمام، اول حاجه السيل فيلمنت او المايكرو فيلمنت. مايكرو يعني حاجه صغيره جدا، فيلمنت يعني خيوط. الملخصه ان دي عباره عن خيوط رفيعه جدا وصغيره جدا، هي نون ميمبرينس اورجانويد عادي خلاص، يعني حفظنا خلاص. اوكي تمام. وايت سبريد ان فيرال سيلز، بتبقى منتشره في ايه؟ فيرال سيلز، خلايا متنوعه. تمام، بالال ام اشوفها ازاي؟ بالاي ام اشوفها ازاي؟ بالال ام برضه مش قادره اشوفها غير بالايه؟ بالاميون فلورسنت تكنيك، سبيشال تكنيك، واللي بنستخدم فيه انتيجين انتي بودي رياكشن. طب هستخدم الانتي انتي بودي لمين؟ قال لك هستخدم انتي اكتين انتي بودي. تمام، هشوف على هيئه ايه؟ فيلمنت. ده بيكون شكلها تحت الايه؟ الاميون فلورسنت ايه؟ ميكروسكوب. طب بعد كده عندي بالاي ام هشوفها ازاي؟ قالك ثريد لايك فورمينج، يعني خيوط شبه كده. اوكي، عامله نتورك، يا اما عامله شبكه في السيتوبلازم، او شيتس وباندلز حزم بيبقى تحت الايه؟ السيل ميمبرين. يبقى ملخصا كده ماكرو ايه؟ ماكرو فيلمنت. تاني، هي نون ميمبرينس اورجانيلز موجوده في معظم الخلايا. طيب بشوف ايه؟ خيوط. لما بستخدم الاميون فلورسنت ميكروسكوب بستخدم عندي ايه؟ انتي اكتين انتي بودي. طب بالاي ام ثريد لايك فورمينج شبه الايه؟ الخيوط، عامله نتورك شبكه لو هي في السيتوبلازم. طب لو بقت تحت السيل ميمبرين، لا هتبقى في شكل شيتس وباندلز، في شكل ايه؟ حزم. طيب انا عندي المايكروفيلمنت دي في منها ثلاث انواع، هنقسمه على حسب ايه؟ على حسب الدايميتر، السمك بتاعهم. تمام، عندي منهم سن فيلمنت يعني الدايميتر بتاعهم اقل حاجه خالص، من 5 ل 7 نانومتر في الدايميتر بتاعتهم. بتحتوي على مين؟ بتحتوي على الاكتين. طيب قبل ما نتكلم عن اي حاجه نشرح بقى الكلام ده على الصور احسن. طيب الاكتين بيتكون برضو من ايه؟ من وحدات صغيره اسمها ايه؟ جي اكتين، اسمها مونيمرز. يعني ايه مونيمرز؟ يعني هم كلهم شكل واحد نفس الشكل، مش زي المايكرو تيوبولز الكات دايمرز عشان كان في الفا وبيتا، لا دي مونيمرز، يعني كلهم جي اكتين. طيب جي اكتين دي انا هجيبهم واجمعهم واعمل ايه؟ سلسلتين والفهم على بعض بالشكل ده، تديني حاجه اسمها ايه؟ دبل هيليكس ايه؟ شيب. تمام، انا لما عملت الايه؟ الجي اللي جبت الجي اكتين وجمعتهم وعملت دبل هيليكس شين دي، كان في فراغات اللي مكانها الخط الاصفر ده، حطينا احنا ايه؟ حطينا حاجه فيها اسمها ايه؟ اسمها تروبومايسين. ايه تروبومايسين ده؟ عباره عن بوليبيبتيد تشين بروتين، محطوط هنا بيدعم الاكتين، بيحافظ على شكلها، وفي نفس الوقت بيوفر اماكن اللي يمسك فيها حاجه اسمها تروبونين، اللي بيمسك فيه التروبومايسين اللي ماسك فين في الاكتين. طيب التروبونين ده عباره عن ايه؟ ده المكان اللي بيشغل لي العضله انها تنقبض وتنبسط، هو الاكتين ده والمايوسين اللي بيبقوا موجودين في العضلات عشان تنقبض وتنبسط. طب التروبونين ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 وحدات زي ما انت شايف كده. طب عندي حاجه اسمها تروبونين تي، تروبونين سي، تروبونين اي. تروبونين تي من اسمها الوحده اللي ماسكه عندي فين؟ في تروبومايسين. تروبونين سي، تروبونين سي، تروبونين سي يا دكاترة بتبقى الكالسيوم. اوكي، اللي ايه؟ الوحدة اللي هي ايه؟ الكالسيوم هتمسك فيها هنا عشان تفعل الاكتين دي ان يحصل كونتراكشن. طب تروبونين اي، لا دي اسمها تروبونين انهبيشن، اللي هي هتعمل ايه؟ هتوقف الكونتراكشن او هتوقف الانقباض وتخلي العضلة ايه؟ عشان العضلة تنبسط. تمام، يبقى انا كان عندي جي اكتين جمعتهم على بعض، عملت سلسلة كده ولفت سلسلتين ولفتهم على بعض كده في دبل هيليكس بالشكل ده، اسمه دبل هيليكس. تمام، تمام، دي اسمها ايه؟ اسمها اف اكت ايه؟ اف اكتين. اوكي تمام، فيلمنت يعني. بعد كده عندي الحاجات الصفرة دي اسمها تروبومايسين، اللي مسك فيها مين؟ التروبونين، اللي بيتكون من 3 وحدات، تروبونين تي وسي واي. التي عشان ماسكه في ترو ايه؟ تروبومايسين. السي عشان هيمسك فيها الكالسيوم. الاي معناها انهبيشن، اللي هيوقف الانقباض اصلا، او هي ايه؟ هيوقف عمليه الانقباض. الاكتين هو بريزنت از لونج فيلمنتس، واحد ايه؟ بيكون طويل، بيكون في اف اكتين بوليميريز، كون ايه؟ كونسيستنج اوف تو ايه؟ اوف تو ستراند، يعني انا بكون ايه؟ سلسلتين وبلفهم على بعض وبكون عندي الاف اكتين اللي هو الشكل ايه؟ النهائي. بعد كده قال لك عندي ايه؟ بيكون من جلوبولر جي اكتين، انا سميتها جي اكتين ليه؟ عشان هي اصلا جلوبولر مدوره.
عشان كده سميت الوحدات بتاعتها جي اكتين. مونيمرز اللي هو كلهم نفس الشكل، اوكي، تويستد اراوند ايتش اذر، لافين على بعض، عاملين حاجه اسمها دبل هيليكال فورميشن، الشكل اللي احنا شفناه في الصوره. تمام. طب قلنا ماسك فيهم ايه؟ عندي ترو ايه، تروبومايسين. تروبومايسين عباره عن ايه؟ لونج ثين مولكيول، حاجه كده رفيعه وطويله. كونتيننج تو بوليبيبتايد تشين، عباره عن سلسلتين عديد بوليبيبتايد، يعني بروتين من الاخر. طب التروبونين قال لك هو كومبلكس، حاجه معقده. ليه؟ لانها فيها ثلاثه سب يونت، ثلاث وحدات، تروبونين تي السترونجل اتاتشد اللي ماسك بقوه جدا في تروبومايسين، وتروبونين سي اللي هيمسك فيه الكالسيوم ايونز عشان يحافظ على عمليه الانقباض بتاع العضلات، تروبونين اي اللي هيعمل انهبيشن اللي هيوقف الايه الاكتين ميوسين انتر اكشن، عشان ايه الاكتين ميوسين انتر اكشن اللي بيساعد على انقباض العضله، فهو هيعمل ايه؟ هيوقف عشان العضله تعمل ايه؟ ريلاكسيشن، والانقباض ده ايه يفك. تمام. طيب تاني حاجه معانا ستيك فيلمنت، دي بقى اعرض حاجه فيهم خالص، الدايمتر بتاعها من 12 ل 16 نانومتر، والارقام مهمه في الحته دي بالذات لان في سين وفي سيك وفي ايه انترميديت، حاجه في النص. طب السيك دول عباره عن ايه؟ عباره عن الميوسين بروتين، يبقى احنا كده ايه اتكلمنا عن اكتين كان ايه كان سين. طب السيك ايه؟ ميوسين. ميوسين بروتين دوت موجود عندي في بندلز في حزم، اوكي، عنده الدايمتر بتاعه اللي من 12 ل 16 نانومتر. طيب الميوسين دوت شكله عامل ازاي؟ قالك عنده تو ايدنتيكال هيفي تشين، وعنده تو بيرز اوف لايت تشين. يعني ايه الكلام ده؟ تو ايدنتيكال يعني اتنين شبه بعض بالظبط، هيفي تشين اللي هم دول ومعاه تو بيرز اوف لايت تشين بالظبط، اهو ده زوج وده زوج. تمام. بس ده ستيك فيلمنت بس، وده الاكتين وده الميوسين، ده الاكتين وده الميوسين. تمام. اخر حاجه بقى في ايه؟ في الانترميديت فيلمنت. انا كان عندي حاجه سك تخينه، عندي حاجه سل رفيعه، في حاجه ما بينهم في النص انترميديت. طب الافي الدايمتر بتاعها كام؟ 10 نانومتر. طب هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن خمس حاجات تتكاثر. اول حاجه عندي اسمها سايتو كراتين، عباره عن ايه؟ الكراتين اللي بيبقى موجود اكتر في ايه؟ في الجلد بتاعنا من بره عشان يقوي. قال لك هو موجود عندي في الابيثيليال سيلز، في الخلايا بتاع الابيثيليوم، وظيفته يعمل ايه؟ ميكانيكال، وظيفته ليها علاقه بالحركه، وقالك بيعمل ستابلايزنج للشيب بتاع السيل، بيحافظ على شكل الخليه، والسترينث از اتاتشمنت تو اذر ايه سيل، والايه البيزل لامين بيقوي اتصال الخليه بالخلايا اللي ماسكه جنبها والخلايا اللي ماسكه في الطبقه اللي تحتها. احنا عندنا حاجه اسمها بيزل لامينا اللي بيكون طلع منها الخلايا ومرصوص عليها الخلايا، هو بقى بيقوي اتصال الخليه بالخلايا اللي جنبها والخلايا دي كلها بالبيزل لامينا الطبقه اللي هم طايه مرصوصين عليها. طب عندي حاجه اسمها دازمن ايه فيلمنت، دول موجودين فين؟ قالك موجودين عندي في الزموز مصل والزيد لاين بتاعت السكيتال مصل والكارديك مصل، هما بيبقوا موجودين يا دكاتره على الزيد لاين ده ايه بيقليهم علاقه انهم يوصلوا ايه الفايبرز بتاعت العضلات ببعض. تمام. يبقى ده ايه عندي سايتوكراتين عرفنا مكانه فين، والديزمين فيلمنت اللي بقى موجود عندي على الزيد لاين في السكيتال مصلز والكارديك مصلز وبقى موجود عندي في السموز مصل. عندي حاجه اسمها سايمين وحاجه اسمها ايه بارنيمين، قالك دول موجودين برضو فين؟ موجودين في المصل. طب عندي حاجه اسمها ايه فيمتين فيلمنت، قالك دول عباره عن ايه؟ قالك دي فيلمنت موجوده عندي في الفايبر بلاست. يعني ايه فايبر بلاست؟ يعني بلاست دي يعني ايه خليه بتصنع بروتين. الفايبر بلاست دي خليه بتصنع الياف، معلش الياف، الخليه اللي بتصنع عندي الياف ايه في الجسم. طيب والسيلز اللي في ايه في الميزينكايمال ايه اوريجن، يعني ايه سيلز اوف ميزينكايمال اوريجن؟ احنا عندنا واحنا كنا اجلنا، كنا في فتره واحنا اجلنا يعني كنا بنتكون من ثلاث طبقات ايه جوه الرحم، كنا بنتكون عندي من اكتوديرم وميزوديرم اكتوديرم اللي بره عاوزنا دكاتره، وميزوديرم اللي في النص، والاندوديرم اللي تحت. تمام. تمام. احنا كنا ايه في مرحله واحنا مراحل التكون الجنين كنا بالشكل ده. طب انا عندي دي هتديني اي حاجات في الجسم، ودي هتديني حاجات في الجسم، ودي هتديني حاجات في الجسم، فالحاجه اللي تطلع من الميزوديرم اللي جوه في النص دي هسمى ميزينكايمال اوريجن. يبقى انا عندي الفيتامين في ايه فيمتين فيلمنت دي هتكون موجوده عندي فين؟ في الفايبر بلاست، الخليه اللي بتبني الياف، والسيلز اللي موجوده عندي في الميزنكايمال اورجن، السيلز اللي خارجه اصلا من ميزنكايم واحنا قاعدين. طب النيورو فيلمنت قالك دي موجوده فين؟ موجوده عندي في الايه؟ البيريكايرونز، موجوده هنا في ايه؟ في نيورونز في الخلايا العصبيه، ونيورو دي يعني ايه؟ نيورون يعني نيرف اللي هو عصبي، اوكي؟ باك عندي دندرايتس اللي برده عندي ايه؟ التفرعات بتاعت الخلايا العصبيه، والاكزون اللي موجود برده في الخليه الايه؟ العصبيه. ومنتج برضو في حاجه اسمها جلايل فيلمنت، برضو هي عباره عن خلايا عصبيه، وده كل دي اشكال الجلايل فيلمنت تحت الميكروسكوب. طيب المايكروفيلمنت احنا اتكلمنا عنها دي وظيفتها ايه؟ قالك ليها وظيفه انها تعمل سايتوسكيلتون اللي هو هيكل الخليه، زي ما ايه زي المايكروتوبيولا ما كانت بتعمل ايه برضو هيكل الخليه بتشارك فيه. قالك ملي
ليه بقى السيتوسكلتون ده ميلي؟ اوكي ليه بقى بتعمل في السيتوسكلتون بتمثل نسبة اكبر شوية؟ ليه؟ بسبب ان الاكتين فيلامنت دي اصلا بتمثل ايه، 15% من وزن الايه، البروتين الموجود عندي في معظم الخلايا. يبقى انا عندي بتتكون عندي السيتوسكلتون بسبب ايه، الاكتين فيلامنت، وبتمثل كام، 15% من التوتال بروتين الموجود ايه، من كل البروتين الموجود عندي في معظم الخلايا. طب عندي بتعمل ايه تاني؟ بتعمل كونتراكشن للمصل، احنا قلنا اكتين وميوسين، يبقى ايه، بتعمل انقباض وانبساط للعضلات. اوكي ايه المصل فايبر، اوكي، والنون ماسكولار سيل، يعني في حاجات تانية بتنقبض ومش شرط تكون انها عضله، يعني هتقضي ايه حركه او ان انا احرك بيها جسمي، في حاجات تانية بتنقبض مش شرط تكون انها ايه مصل. تمام تمام ثرو ايه جلايدنج اوف اكتين اند ميوسين فيلمنتس اوفر اتش اذر، اللي هو ايه، الميوسين والاكتين لما بيش ايه، لما بيضموا على بعض كده يعملوا كونتراكشن ويأثروا ايه العضله، او يأثروا ايه، او يضغطوا الحاجه اللي هم بايه بيعملوا كونتراكشن او بينقبضوا عليها. طب الموفمنت قال لك زي المايكرو فيلاي، يعني ايه مايكرو فيلاي؟ دي حاجات بتبقى موجوده في الامعاء بتاعتنا عشان تزود مساحه السطح الامتصاص بتاعت الايه، بتاعت الامعاء بتاعتنا، عشان تمتص اكتر قدر من ايه، من الغذاء المهضوم. بسبب وجود ايه بقى، برضو الاكتين والميوسين موجودين عندي برضو في الميكروفلاي. ايه ده شكل، ده شكل الميكروفلاي من جوه، بيكون عباره عن اكتين وميوسين. طيب رابع حاجه معانا هو التراكشن. يعني ايه التراكشن؟ نبص مع بعض تحت في الصوره دي. الاول اول حاجه دي عندي ايه، دي عباره عن ايه، عن جلطه دمويه بتتكون عندي ار بي سي كرات دم حمراء، والابيض ده عباره عن ايه، بلاد بليتلت اللي هي الصفائح الدمويه. اول حاجه الجلطه بتتكون بتكون بالشكل ده، بعد كده بيجي على الاكتين والميوسين اللي بيكون عندي في البلاد بليتلت اللي هي ايه، الصفائح الدمويه، يفضل يضغط الايه الجلطه دي الايه، تصغر تصغر لحد ما ايه، لحد ما الجسم يكون خلاص بيعمل ايه، بيوصل للجزء اللي هو خلاص التئام، او اللي هو خلاص عمل هيلينج، يعني هيعمل ايه، نتخلص بقى من الجلطه دي ايه، نبتدي نكسرها او نحللها. اهم حاجه انها تفضلش موجوده عشان الدم يفضل ماشي كويس وكل حاجه تكون تمام. طب التراكشن اوف بلاد كلوت اللي هو الجلطات الدمويه بسبب عندي وجود الاكتين والمايوسين الموجودين عندي في البلاد بليتلت اللي هي الصفائح الدمويه. خامس حاجه معايا بتعمل سيبريشن للسيل في سيل ديفيجن. اوقات الانقسام بيحصل عندي حاجه اسمها كليفج 4 كده، ده الشكل ده، كليفج 4 دي هي هو الشكل ده كده، اللي بيفضل يضيق يضيق او يقرب من بعضه جامد، يقرب من بعضه لحد ما ايه، ما يفصل ايه الخليتين دول، ايه الخليه الواحده دي لخليتين في اخر فتره الانقسام. بالظبط هو سيبريشن اوف سيل اند ايه، سيل ديفيجن في الانقسام الخلوي، قالك فورميشن او ايه، بسبب فورميشن بتاع ايه، كليفج 4 اللي هو الحاجات اللي بتقرب من بعض دي لحد ما ايه، تقفل هنا خالص وتفصل الخليتين. اوكي بتوين ايه تو دونر سيل. طب الموبيليتي الحركه، قالك البلازما ممبرين، اوكي، بتحرك البلازما ممبرين في الفري سيلز او الماكروفاج اللي هتعمل فاجوسايتوزس او بينوسايتوزس. يعني ايه الكلام ده؟ موبيليتي يعني حركه، في حاجات بتحرك، فاكر السودو وودي الاقدام الكاذبه اللي بتمشي بيها الخلايا؟ بالظبط كده، هو بيبقى موجود في الخلايا الفري اللي موجوده عندي ايه كده، فري مش اتاتشت لحاجه بتتحرك، عندنا خلايا بتتحرك عادي. اوكي طب قال لك زي خلايا المناعه كده بتتحرك في الدم وهكذا، فقال لك عشان تتحرك بيعمل ايه، بيفضل يطول ويقصر ويعمل ايه اللي هو حركه ايه زي السودو وودي كده ايه، لحد ما ايه الحاجه تتحرك بسبب ايه، برده الاكتين والميوسين. طب عندي او فاجوسايتوزس وبينوسايتوزس اللي هو الخلايا تبلع او تشرب حاجه زي ايه، الماكروفاج اللي هي الخلايا البلعميه اللي ماشيه في الدم عندنا، دي برده كليفج 4. تمام السيتوسكيلتون، احنا قلنا دلوقتي ان احنا عندنا السيتوسكلتون يعني هيكل الخليه، الحاجه اللي بتعرفني شكل الخليه ايه، انا عرفت ان الخلايا ده شكلها كده بسبب ايه، ان عندها سيتوسكلتون. طب السيتوسكلتون ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 حاجات، مايكرو تيبيول، اكتين فيلامنت اللي هي اسمها ايه، ثين فيلامنت، طب وانترميديت فيلامنت، يبقى بيتكون من حاجتين، مايكرو 3 حاجات، مايكرو تيبيول والاكتين فيلامنت والانترميديت فيلامنت. طب يا دكاتره الثلاث حاجات دول مهمين تحفظهم زي اسمك، يجي لك ريتم، يجي لك ام سي كيو، يجي لك اي حاجه، بس اهم حاجه انت تكون عارف ان هو بيتكون من 3 حاجات، المايكروتوبيول والاكتين فيلمنت والانترميديت فيلمنت. طب مراجعه بسيطه كده ايه، سريعه جدا على المايكروفيلمنت. المايكروفيلمنت احنا قلنا بنشوفها بالال ام، اشوفها ازاي؟ قالك ان انا بستخدم عندي ايه سبيشال تكنيك، الاميرفلورسنت تكنيك، هشوفها عندي عباره عن ايه، فيلمنت، خيوط منوره كده تحت الميكروسكوب. طب بالاي ام هشوفها ثريد لايك ايه، فورمنج، حبال كده متنطوره كتير، شعار كده ايه، رفاع كتير في ايه، في السيتوبلازم، وعامله نيتورك. اما عندي تحت البلازما ممبرين او السيل ممبرين هتبقى عامله ايه، باندلز اللي هي ايه، حزام وشيتس. تمام طيب. بعد كده قال لي انواعها، انا عندي ثين وعندي انترميديت حاجه في النص، وعايزين منها حاجه ايه، سك. قلنا السن دي من 5-7 نانومتر، الانترميديت دي 10 نانومتر، اوكي. اما عندي السك فيلمنت دي بيكون عندي من 12-16 نانومتر. قلنا السن دي عباره عن اكتين اللي بيتكون عندي من الجي اكتين، اوكي، اللي بيتكون بعد كده يعمل لي سلسلتين يلفوا على بعض بيعملوا دبل هيليكس اللي هم اسمهم اف اكتين،
اوكي تمام. بعد كده قلنا اللي هو بقى عندي حاجه اسمها تروبوميسين البروتين اللي ماشي فيه الايه الاكتين، وعندي حاجه اسمها تروبونين اللي بيكون من كومبلكس اللي هو معقد من ثلاث وحدات اللي هو تروبونين تي اللي هيمسك في تروبوميسين، وتروبونين سي اللي يبقى ايه اللي علاقه ان هو يتاتش او بايند الكالسيوم يمسك فيه، وتروبونين اي اللي هيعمل ايه انهيبيشن هيوقف الايه الاكتين ميزون انتر اكشن عشان يعمل المصل ايه ريلاكسنت او المصل ايه تفك الانقباض. طب الانترميديت فيلمنتس بقى قلنا هم منهم اشكال كتير. اول حاجه عندي حاجه اسمها سايتو ايه سايتوكريتين اللي موجود عندي في الابيثيليال سيلز اللي بيحافظ على ايه ليه علاقه ميكانيكال بالحركه، وانه يحافظ على ايه خلي ايه استبلايز الشيب بتاع السيل اللي هو شكل الخليه، وبيقوي الارتباط الخليه بالخليه اللي جنبيها او البيزا اللامينه اللي بيكون هم ايه مرصوصين عليها. طب حاجه اسمها ديزمين ايه فيلمنتس قال لك دي بتبقى موجوده عندي في السموث مسل والزيد لاين بتاع السكيليتال والكاردياك مسل ايه ساينين ساينين والايه البرا بارنين قال لك دول موجودين فين برضو في الماسل سيل. اغلبيتهم اصلا يعني كلهم يعني غالبا يعني كلهم ما بيشتركوا انهم موجودين في الماسل. طب عايز اسمها فيتامين فيلمنت قلنا دي موجودين عندي فين في الفايبروبلاست، الفايبروبلاست اللي هم ايه الخلايا اللي بتيجي بتصنع الياف في جسمي. طب والسيل اللي جاي من ميزينكايما الايه اوريجين اللي هي جايه ايه من الطبقه اللي في النص في الجنين. طب النيورو فيلمنت اللي هي ايه اللي موجوده في الخلايا العصبيه اللي ايه اتكلمنا عليها قبل كده. طب الستيك بقى عباره عن ايه، هم عباره عن المايوسين بيتكون من ايه من حاجتين تو ايدنتيكال هيفي تشين اتنين زي بعض بالظبط شبه بعض هيفي تشين تو بيرز من اللايت تشين زوجين من اللايت تشين اللي بيكون في الطرف ورا، ومعرفتش احط صور هنا لان الكلام كتير. طب الفانكشن تكون عندي سايت سكيلتون، طب تعمل كونتراكشن للمصل تساعد في انقباض العضلات، طب تساعد في ايه الموفمنت في المايكروفلاي الموجود عندي في ايه في الانتستين بتاعتي في الامعاء عشان الامتصاص. طب عندي بتعمل ريتراكشن بلاد كلوت اللي هي الجلطات عشان ايه تصغر وايه وتتكسر خلاص وايه والدم يمشي طبيعي تاني. طب سيبريشن للسيلز في الديفيجن عن طريق حاجه اسمها كليفج فور كتام بتوين تو دوتر سيل عشان تفصل خلتين عن بعض. موبيليتي بتتحرك عندي في البلازما برين والايه والماكروفاجز عشان تعمل فاجوسايتوز وبينوسايتوزس تمام. احنا كده خلصنا المايكرو فيلمنت، ومننساش السيتو سكيلتون اللي بيكون من ثلاث حاجات الاكتين والايه اللي هي السين فيلمنت والانترميديت فيلمنت والمايكرو تيبولز بتاعت المحاضره اللي فاتت يا دكاتره. طب الفانكشن بتاعت السيل ميمبرين قال لك بتعمل كونتراكشن للمسل فايبر والنون مسل قلنا بنعمل كده. طب بتعمل موفمنت المايكرو فيلاي زي ما قلنا كده، بتعمل ريتراكشن بلاد كلوت وبتصغرها جميل، سيبريشن اوف سيل انتر ايه سيل ديفيجن برده جميل، يبقى الاجابه معانا ايه يا دكاتره احنا كده خلصنا يعتبر نص المحاضره يعني الحمد لله يعني احنا ايه خلصنا الايه المايكرو فيلمنت. طب نكمل بعد كده في الانكلوجن. الانكلوجن هي حاجه هو ايه اللي هي قلنا ايه يا اما حاجه الخليه ايه مخزناها او هتفرزها او ايه او حاجه هتخرجها اوكي حاجه فضلات منها هتخرجها. الانكلوجن عندي حاجه اسمها باسيف كومبوننت اوكي وذا سيتوبلازم. هي الانكلوجن دي حاجه مش دايما موجوده في الايه في الخليه، يعني حاجه ايه تمبوراري مؤقته، يعني لما تلاقي اللفظ ده قدامك كده عن الانكلوجن اختار مثلا ترو، او لو جات مثلا كلمه في اختيارات تعرف ان الانكلوجن دي عباره عن ايه تمبوراري يعني ايه مؤقته. الانكلوجن دي عباره عن ايه قال لك عندي عباره عن حاجتين نيوتريتيف سبستانس مواد غذائيه الخليه مغذناها ليها، او بيجمنت صبغات وانا اخدهم الاثنين. طب النيوتريتيف سبستانس دي اخد منهم اول حاجه عندي مين جلايكوجين. جلايكوجين اللي هو عباره عن ايه اللي ايه الكربوهيدرات المعقد اللي بيخزن فين في المصل والليفر اللي هو عباره عن ايه العضلات والكبد تمام، عباره عن ايه جرانيولز حبيبات. طب بالال ام اشوفه ازاي؟ انا عارفه من ممكن تكونوا خدتوا في الشابتر الاولاني ان انا عندي ثلاث حاجات ما ينفعش اصبغهم بروتكسيلين اويسين لانهم مش هيبانوا عندي، لان لو صبغتهم كل اللي هشوفه تحت الميكروسكوب كده بالظبط هشوف سيل ميمبرين والخلايا جوه كلها فاضيه. ليه؟ لان الجلايكوجين والليبد اللي هي الدهون والميوسين اللي هو المخاط الثلاثه دول اصبغهم بامتوكسين اويسين هشوف الشكل ده تحت الميكروسكوب، مش هشوف اي حاجه في السيل غير ايه السيل ميمبرين والباقي كله هيدوب في التحضير. يبقى انا عندي دلوقتي عشان اصبغ جلايكوجين عشان اشوف ال ام هصبغه بايه امتوكسين اويسين؟ لا هنستخدم حاجه سبيشال شويه هصبغه بالبيستس كارمين. البيستس كارمين دي لما اصبغ بيها الخليه اللي فيها جلايكوجين اشوف جلايكوجين ريد جرانيولز حبيبات حمراء تحت الميكروسكوب. طب انا طب اصبغ بحاجه تانية في حاجه اسمها البريودك اسيد شيف او الباس اختصارها على طول كده. طب ده هشوفها ايه هشوفها بيربل بلون الموف زي الصوره دي كده. كل الحبيبات اللي باللون الموف دي في الخليه عباره عن ايه عباره عن جلايكوجين تمام. طب بالاي ام اشوفها ازاي؟ قال لك هنشوف الجلايكوجين ده في صورتين لان هو موجود في مكانين فكل مكان بياخد شكل تخزين معين. يعني الفا جرانيولز هشوفها كليستر مستعمرات زي اللي في الصوره دي كده مترتبه اوكي في مستعمرات او تجمعات مع بعض، او روزيت اللي هي شكل ايه الورد
تمام. تمام. في الالكترون ترانس الفا، يعني بص شيلي وبيتا دي غلط، الفا جرانيولز موجوده عندي فين؟ في الليفر. الفا فيها ال، ليفر فيها ال، يبقى الالفا جرانيولز دي بتجمع على شكل كليسترز مستعمرات او روزيت اللي هو ورد، اللي بقى موجوده عندي فين؟ في الليفر. دي صورتها ايه اذا كتر. طب البيتا جرانيولز دي انا بتبقى سنجل ايريجولار، يعني ايه؟ واحده لوحده جرانيول صغيره كده لوحدها، ايريجولار سفيركل، هي مدوره بس ايه شكلها مش منتظم شويه برضو. ايه الكترون ترانس جرانيولز موجوده عندي فين؟ في المصل. طيب جلايكوجينانا دلوقتي لما اصبغه بالايه؟ بالباس، ايه اللي هي بيريتك اسيد، ايه اسيد شيف، هشوف لونه ايه؟ بيربل. يا نفكر كده، اه فعلا كنا بنشوفها بيربل. باس بالبي او بيريتك اسيد سين او اسيد شيف اقولها بي، يبقى ايه؟ تديني بيربل لاولي بي برضه. البيستس كار مين؟ تديني ريد. يا دكاتره الاجابه ترو يا دكاتره. تاني حاجه في النيوتراتيف واخر حاجه في النيوتراتيف برضه الليبيد. الليبيد موجوده في معظم الخلايا. طب بالال ام لسه قايلين ليبيد جلايكوجين وميوكوس، انا مش هصبغ بايه؟ هيموتوكسين اوسين. اكيد هستخدم حاجات تانيه، تكنيك تاني، عشان لو بحضر الايه الشرايح بالهيموتوكسين اوسين هيسيحوا مني ومش هشوفها. طب في الليفنج سيل هشوفه عندي ايه؟ سفيريكل ريفركتال دروبلت، يعني حاجات مدوره وصغيره جدا. طب انا لو خدت ديد سيل بقى عملت فريزنج تكنيك، او حطيت سبيشال ستين زي الاوزميك اسيد والسودان 3 والسودان بلاك، حطوهم في شاطر اول دكاتره. الاوزميك اسيد والسودان بلاك هيديني لون اسود، والسودان 3 هيديني لون اورنج برتقالي. طب هشوفهم ايه؟ سمول راوند دروبليت او لارج جلوبيولز، يعني حاجات صغيره مدوره او ممكن تكون اكبر في الحجم شويه لارج. طب بالاي ام قال لك هم عباره عن نان ميمبرينوس دروبليت، برضو ايه حاجات كده ايه هم ده بالاي ام؟ اه نان ميمبرينوس دروبليت، دوائر كده مش متحطه بالغشاء ولا عليها كبسول ولا اي حاجه خالص. اوكي تمام. قال لك في الانتستاين ايبيثيليال بلا عندي دروبليتس دي بتبان عندي من الجزء ده دينس، وفي حته حواليها كده بتكون ايه اقل من كثافتها شويه، يعني بتبان ايه؟ بيبان فرق ايه خفيف، اسمها ايه؟ ليس دينس روماي. طب ده بسبب عندي ده عنده كبسول؟ لا مش عنده كبسول، ده ال 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 المايكروفيلمنت اللي بتبقى محوطه بالدروبليت تتكاثر. بس يسالك عن الايه؟ الليبت، يقول لك هي عباره عن ايه؟ بالاي ام نون ميمبرينس دروبليت. تقول نون ميمبرينس دروبليت دي مهمه برضه. الليبت ابير از نون ميمبرينس دروبليت، طبعا ايه؟ ترو. يبقى انا عندي الانكلوجن اللي هي الايه الحاجات اللي في الخليه، قالك منها نيوتراتيف وفي منها بيجمنت. احنا خدنا نيوتراتيف منهم اتنين جلايكوجين وليبت، قلنا الجلايكوجين في ال ام هشوف حاجات معينه زي مين في الايه البيستس كارمين اللي هتبان ايه ريد، والباس اللي هتبانها لي ايه بيربل اللي هو اللون ده. طب بعد كده عندي بالاي ام هشوفها ازاي؟ قلت هشوفها لها ايه شكلين، واحده الفا والتانيه بيتا. الفا فيها ال يبقى موجوده عندي في الليفر على شكل كليسترز روزيت زي في الصوره. طب البيتا عباره عن ايه؟ سنجل ايريجولاري كده سفيركل، هي واحده بس ايه بس ايريجولار، هي غير منتظمه كده ومدوره، موجوده عندي برده فين؟ في المسل فايبر. طب بعد كده قلنا الليبد بالال ام نفس الحكايه، في الليفنج سيل هتشوفها ايه؟ سفيركل ريفلكتال ايه دروبليت، دوائر صغيره كده موجوده. طب بالايه في الديد سيل هيعمل فريزنج، ونظبط برده ايه سبيشالستين زي الاوزميك اسيد سودان 3 وسودان بلاك، اشوفها ازاي برضو سمول راوند دروبليت كورز صغيره جدا او لارج جلوبيول بتبقى ايه حجمها ايه اكبر شويه من القطرات الصغيره الثانيه. طب بعد كده عندي بالاي ام هشوفها ازاي نون ميمبرينس دروبليت، نون ميمبرينس ايه دروبليت. ممكن في الابيثيليال سيلز اه تكون اغمق من جوه شويه عن بره، بس الرمايه اللي بره ده مش كبسول تمام او مش ميمبرين. تمام يا دكاتره. تاني حاجه في الانكلوجن احنا قلنا اما يكون نيوتراتيف حاجه الغالية بتتغذى عليها او بيجمنت صبغات موجوده فيها. قالك الصبغات دي بيبقى من جاي من مصدرين، يا اما مصدر اندوجينوس يعني بيتصنع جوه الجسم بتاعي، او اكزوجينوس جاي اصلا من بره الجسم، ايه انا اللي مدخلاه مثلا في اكل في الهواء اللي بتنفسه في الماء اللي بشربها، يبقى انا عندي البيجمنت في شكلين، يا اما اندوجينوس جسمي اصلا بيصنعها، يا اما اكزوجينوس لا انا اللي جايبها من بره، انا اللي مدخلاها لجسمي من بره. اندوجينوس زي الميلانين والهيموجلوبين والهيموجلوبين دريفتس واللايبوفيوجن، هناخدهم كاملين. اندوجينوس هيكون داست وكربون التراب اللي احنا بنلفسه على طول دوت، اوكي، واللايبوكرومز والتباقي التاتو بارتكلز والمينرالز، وبرده هناخدهم كاملين. طيب البيجمنت دي قال لك ميمبرين باون سبستنس محاطه بغشاء، which are present in only special type of cell، بتكون موجوده في بعض الخلايا مش شرط تكون كل الخلايا فيها صبغات يا دكاتره. زي كان بي برضو divided into، والبيجمنت برضو ده كاتره برضو حاجه ممكن تكون ايه بيرمن، يعني مش بيرمن temporary، حاجه كده ممكن تكون ايه مش موجوده كل الوقت. طب قالك عندي endogenous pigment، قالك made up in ايه inside ايه the body، دي الايه جسمي انا اللي بيصنعها،
ناخد اول واحد منهم هو الميلانين. الميلانين ده المسؤول ان هو يدينا يدي الجلد بتاعنا اللون اللي هو اللي بيظهر عليه ده. قالت موجودة عندي في الابيديرمال سيل. يعني ايه ابيديرمال سيل؟ اخر طبقة على الجلد من بره اللي هي موجودة على جسمنا من بره، دي اسمها اي بي اي، ابيديرمال سيل اوف ذا سكين بتاعت الجلد. والنيرف سيل في السبستانشن جراي اوف ذا ايه اوف ذا ميد برين. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي ده ايه البرين، في حاجة اسمها ميد برين، دي زي المخ اللي بيبقى موجود عندي فيه، بيبقى موجود عندي سبستانشن جراي بيبقى مليان فيها ايه ميلانين، هو الجزء الاسود ده دكاتره. طب ممكن تكون برضو موجوده عندي في ايه في مكان تالت زي البيجمنت سيلز اوف ريتينا، شبكيه العين بتاعتنا بيبقى فيها طبقه كده اسمها بيجمنت سيل، دي ايه دي عباره عن ميلانين برضو. يبقى احنا عرفنا كده ايه الاماكن بتاعته موجوده ايه موجوده فين. طب ال ام هشوفه ازاي؟ قال لك هشوفه ايه جرانيولز برضو حبيبات كده ابير براونش بلاك بني داخله على اسود زي المنظر ده بالظبط. دي عباره عن ايه؟ دي الميلانين الموجوده عندي في النيرف سيلز اللي هي عباره عن سبستانشن جراي اللي هي ايه اللي هي فوق دي. دي عباره عن ايه؟ حبيبات كلها ايه بني في اسود كده تمام. نكمل مع بعض. طب بالاي ام الاسم مول لوزنج شيبد جرانيولز ايه، في منها نوعين سمول صغيره لوزنج يعني بتبقى شبه بيقولوا يعني شبه كبسوله ده او شبه بصمه الايه الصباع تمام. شيبد جرانيولز فيها نوعين، فيها واحد لايت وفيها واحد دنس. طب انا لو قلت لك يعني دي لايت ازاي ودي دنس ازاي مش هنفهم، ناخد بس الصوره اللي بعديها هتكون اوضح شويه. طيب انا دلوقتي الخليه دي الميلانوسايت، الخليه اللي هتصلح عندي الميلانين. طب عشان اطلع من الميلانين انا محتاج ايه؟ محتاج بروتين اسمه تيروزين. هيخش الخليه عادي من ايه من الغذاء يعني عادي، هيخش التيروزين جوه الايه النيوكلياس بتاعه الخليه النواه، هتطلع امر من ايه الاندوبلازم ريتيكولم تقول لها صنعي لي تيروزينيز انزيم. تيروزينيز ايه انزيم، هتصنع لي ايه تيروزينيز انزيم. ايه الهرمون ده؟ التيروزينيز انزيم ده اللي هياخد التيروزين ده عشان يحوله عندي في الاخر لميلانين تمام. خلصنا صنعنا، هيروح عند مين؟ للجولوجي عشان يعملوا باكجنج اللي هو باكجنج اللي هو يغلفه تمام. غلفناه خرجناه بقى، ايه اللي حصل؟ انا دلوقتي معايا جسم فيه ايه؟ فيه صبغه اللي هو ميلانين بعض منها، وفيه الانزيم اللي هو اسمه تيروزينيز، وفيه التيروزين. يبقى انا عندي كده ثلاث حاجات جوه الايه الميلانوسوم ده. طيب اول حاجه خالص هو بيبان ايه لايت بالشكل ده، لايت بالشكل ده يا دكاتره، لسه ايه لسه ما ايه ما اتملاش ميلانين. طيب بعد كده شويه كل شويه ايه هلاقي الميلانين بيزيد، الميلانين بيزيد لحد ما كله يبقى ايه يبقى دنس، يبقى كله ايه اسود كده تحت الميكروسكوب. ايه اللي بيحصل؟ انا حاطه في حويصله في مكان واحد في كيس واحد حاطه التيروزينيز انزيم والتيروزين، التيروزينيز دول انزيم، كل ما التيروزينيز انزيم كل ما يكون التيروزين موجود هيفضل شغال عليه، كل ما قابل تيروزين يحوله لايه لميلانين، كهكذا لحد ما ايه كل التيروزين اللي متخزن جوه الفيزيكال دي يخلص. فوقتها التيروزينيز اكتيفيتي مش هتبقى موجوده. ليه؟ لان خلاص حول كل البروتين الموجود لميلانين، خلاص هي ايه هيحول مين تاني خلاص كده لحد ما نوصل للشكل ده. دكاتره كده فهمنا يعني ايه ليه في لايت وليه في دنس. اللايت جرانيولز قال لك عباره عن ايه كريستالين لاتس ستراكشر، بقى فيها خيوط كده صغيره خفيفه قوي ايه شبه الكليسترز اللي هي الكريستالين اللي هي البلورات يعني كده شويه من جوه اوكي. والسبيشال ايه باترن اوف ايه سبيسنج، يعني بيكون متوزعين ايه بتوزيع خاص وفي مسافات منهم خاص. طب الدنس جرانيولز دي قال لك لا هي نفسها اللايت تايب، بس ايه اللي حصل؟ قال لك بايه نفس كده باي دنس ديفيوز سبستانس اراوت ات، اتغطت اللايت تايب دي خلاص الايه الميلانين ملى المكان كله اوكي بديفيوز سبستانس اراوت ات. طب انا عندي حاجه اسمها من ايه الميلانوسوم، ايه الميلانوسوم؟ هو جزء من ده اللي جوه خالص ميلانوسايت اوكي. فاوند الميلانوسايت بلاقيه عندي فيه الخليه اللي بتصنع الايه الميلانين اوكي، وباوندد وذ ايه ميمبرين تمام. الحاجه الوحيده اللي قلنا ان ما عندهاش ميمبرين بره لحد دلوقتي هي ايه اللي بتضرب بالاي ام، انما كل اللي بعد كده اتكلمنا عنه ان هو عنده ايه عنده ميمبرين من بره تمام. تاني عضو معانا بقى في الصبغات اللي ايه الجسم بيصنعها الهيموجلوبين، قلنا ده ايه الصبغه الموجوده عندي ار بي سيز المسؤوله انها تكون باللون الاحمر ده. طب بعد كده عندي الهيموجلوبين دي، الار بي سيز دي ماتت اتكسرت حصل نزيف في الجسم، ايه اللي بيحصل؟ الهيموجلوبين ده بيتكسر فبيخرج منه بعض الايه بعض الايه المواد الهيموجلوبين دريفيتس، الحاجات اللي بتخرج من الهيموجلوبين بعد ما يتكسر او الار بي سيز دي ايه تموت او تضاي في ايه في الايه في الطحال والكبد والحاجات دي. قال لك عندي بقى معايا هيموسيدرين اوكي والبيليروبين والبليفيرتين. الهيموسيدرين هو الحاجات دي هو الالوان دي، ده الهيموسيدرين هو موجود في الايه في الخلايا اللي ايه حصل فيها ايه نزيف او في خلايا الكبد او الطحال تمام. موجود فين؟ في الفاجوسيتك سيل، خلايا البلعاميه بتيجي تبلع الايه الهيموجلوبين او الايه دي ار بي سي دي عشان تكسرها كذا بايه بيكون موجود جواها الايه الهيموسيدرين تمام. البيلوبين البيفيردن الحاجات دي اللي بتقي اللي مسؤوله عن الطفل الصغير لما بتقول كده بيقول لك عنده الصفر، ليه؟ بسبب الحاجات دي بيكون مرتفع عنده لان الايه الجسم بتاعه ما بيكونش قادر ان هو يتخلص منها فبتتراكم وتقي تدي الايه تعمل الصفر اللي موجوده في الاطفال. طب بقى عندي ايه بالال ام هشوفها ازاي؟ سمول حاجه صغيره خالص اهي
اوكي قدامنا كلنا، دنس بلاقيها كثيفه كده وايه وباينه، راوند واوفر جرانيولز حبيبات كده مدوره او بيضاويه، تمام. ده الهيموسيدرين، اوكي. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اصلا الحديد ذات نفسه الايه اللي اتكسر اصلا او خرج من ايه من الهيموجلوبين اللي هو عباره عن حديد وبروتين. ده ايه؟ دي صور الحديد ذات نفسه. طيب حاجه اسمها لايبو فيوجن. لايبو فيوجن ده عباره عن ايه؟ عباره عن لايسوزوم يعني بلع حاجه وقال ان هو بقى ايه جامد كده وهيكسرها وما قدرش يكسرها كلها وتخلص ايه وتخلص منها. ده ملخص اللايف فيوجن كلها. هو بيبقى موجود فين؟ في النيرف سيل، في الخلايا العصبيه بتاعتنا، الهارت، القلب، ستيرويد سكريتنج سيل، خلايا بتفرز المواد الاسترويديه اللي هي عباره عن دهون يعني زي تستوستيرون كده اللي موجود عندي في الخصيه، اوكي. طب قال لك عندي اوفزاي اندوكراين ايه جلاندز، الخلايا اللي بتفرز ايه اندوكراين على طول في الدم على طول من غير ايه من غير قنوات، اوكي. ان ايجنت انيمالز او ايه او الهيومن، الناس بقى ايه لما نكبر في السن الخلايا لما يتكون جواها حاجات تقدر تتراكم تراكم مع الوقت مش هتقدر تتخلص منها او اللي هي ايه تبقى عجزت شويه يعني. قال لك لايف فيوجن جرانيولز عباره عن ليبت من اسمها لايبو فيوجن ليبت، اوكي تمام. على طول كونتيننج جرانيول، جرانيول جواها ايه ليبت، عباره عن ايه؟ عباره عن سكندري لايسوزوم اند ايه ريبريزنتس ريمينانت اوف اندجريستد سبستانس. سكندري لايسوزوم بايه مليان في ايه او موجود في ايه ريمينانت بواقي الايه الحاجات اللي مش مهضومه اندجريستد سبستانس، الحاجات اللي ما عرفش يكسرها او يحللها بالانزيمات بتاعته. طب بالال ما اشوفها ازاي؟ هشوفها ايه ايه جولدن براون تروبلت، شكل الايه الاسهم مشاور عليه ده يا دكاتره اللي هو جولدن براون اللي هو شكله ايه ذهبي كده داخل على بني برضه، اوكي تمام. في ايه في التيشو بتاعتي، تمام. بعد كده بالاي ام هشوف فاريبل ان سايز، متنوع بقى في الشكل والشيب بتاعه وحجمه وشكله مختلفين. اي اند باوندد وذ ايه ميمبرين وذ فيري دنس جرانيول كونتنت، بيكون عندي ايه اللي هو النقط السوداء دي يا دكاتره بيكون ايه دنس جامد جدا كده ايه وواضحه جامد تحت الميكروسكوب. Exogenous pigment taken into the body from outside. احنا اللي بندخلها الجسم يا دكاتره او بتخرج من بره الجسم مش بتتصنع جوه، زي الدست والكربون بارتكلز تراب الكربون اللي احنا عمالين نشم فيه، اوكي. طيب قالك بينهيلت زين فاجوسيتد ان ايه باي ذا دست سيل في اللنج. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بنشمه اوكي وبيخش عندي دي ايه دي الالفولاي اللي هو الحويصلات بتاعه الرئه اللي احنا بنتنفس منها اللي هو بيحصل له اكسجينج عليها. اللي حصل تدي ايه ده ايه ده كله ايه كل الاسود ده دكت وكربون بارتكلز. ايه اللي حصل لها؟ الدست سيلز دي اللي في اللنج اللي موجوده عندي في الرئه بتعمل لها فاجوسيتد بتبلعها وبيفضل الشكل ده عندي يا دكاتره. طب التاتو بارتكلز، التاتو ده عباره عن ايه؟ مواد كيميائيه ان اورجانيك بيجمنت حاجه كده ايه احنا متصنع يعني مواد كيميائيه متصنع. طب ايه بنحطها تحت الجلد ايه باستخدام يدي اللي هي حقنه بنحقنها تحت الجلد، فلما نحقنها تحت الجلد السكن بتاعنا وهي حاجه غريبه ايه اللي بيحصل؟ طبعا من خلال الملعميه بتروح تساقي ده على طول جري على طول ده في حاجه غريبه في ايه عن الجسم. ايه اللي بيحصل؟ بتروح عندي الهيستوسايت وتبلعها وبعد كده تتثبت في مكانها ويفضل التاتوش او الوشم ايه بنفس الشكل او بنفس المكان يا دكاتره. طيب بعد كده اسمها لايبو كرومز، ايه نفرق ما بينها وبين اللايبو فيوجن. لايبو يعني ليبيد برضه وكرومز نجاة من الكاروتينز. التانية لايبو فيوجن جرانيول فيها ليبيد، لايبو كرومز يا دكاتره ايه كروماتينز. اللايبو كرومز اللي هي كروماتينز دي عباره عن يعني ايه كاروتينز؟ معلش كاروتينز، كاروتينز ده عارف الجزر هو الجزر ده يقول لك ايه كل جزر مش عارف ايه او في كاروتين كتير، الحاجات الصفراء بيبقى فيها كاروتين كتير. الكاروتينز دي بنجسد في الفود موجوده عندي في الاكل الطبيعي اللي احنا بناكله عادي، زي مين الكاروتين كونتينج سبستانس المواد بيبقى فيها ايه كاروتين زي الكاروت الجزر والتوميت والطماطم والاج البيض والكتان وبيستورد في الفات سيل، بتتخزن عندي فين؟ في الفات سيل، تمام. عشان كده قلت عليها ايه لايبو في الاول. طب المينرالز قال لك المعادن بقى، احنا ممكن يحصل لنا تسمم او بالمعادن عادي، ممكن حد يبلع حاجه عن طريق الغلط او غصب عنه او بايه او باي شكل كان. المينرالز دي لما ايه نتسمم بيها بتدي ايه في معادن منها بتبدا ايه تبان كلون في الجسم بتاعنا زي انتوكسيكيشن التسمم بالسيلفر اللي هي الفضه، اوكي. هتبان ازاي؟ هتبان كده، هتبان ازاي؟ هو ده كان كده اتسمم بالفضه بقى شكله كده. التسمم او او البيجمنت الصبغه بقى بنت فين؟ بنت في السكن. طب لو اتسمم بالليد اللي هي اللي هو الرصاص هيبان فين؟ هيبان في الجم في اللثه بتاعته. ده واحد عنده تسمم بالرصاص. اخر حاجه معانا هي ايه؟ الكريستالويد. الكريستالويدز دي اخر حاجه معانا دكاتره وهي الكريستالويد. يعني ايه كريستالويد؟ بلورات كده زي مين؟ زي حاجه اسمها تشاركوت بوتشر اللي موجوده عندي في السيرتول سيل. يعني ايه السيرتول سيلز؟ دي خلايا من خلايا الموجودة عندي في الخصية،
بتاعت ايه، تمام. يبقى هي بس كل اللي تعرفها عنها اسمها تشارك بوتشر، موجود عندي ايه في سيرتول سيلز. بعد كده عندي حاجه اسمها كريستالز اوف رينكي، دي عباره عن برضه ايه موجود عندي في الانترستيشال سيلز اوف ليدنج ان ايه فلايدنج ان ايه انستيسز، برضه موجود عندي ايه في الخصيه. انترستيشال سيلز اوف ليدنج ايه فلايدنج، دي هي كده اسمها على بعضه كده، دي نوع من انواع الخلايا موجود عندي في الخصيه. اوكي تمام، يبقى موجود فيها ايه كريستال اوف ايه فرينكي. طب تشارك بوتشر لا سيرتول سيلز، ودي شكل الايه الكريستال بتاع ايه رينكي يا تكاتره. الانكلوجن اخر جزء منها خالص اللي هو ايه الجزء الثاني منها البيجمنتس غير الكريستالويد اللي اخر حاجه اللي احنا لسه متكلمين فيها. اوكي البيجمنت دي اما تكون ايه اندوجينوس حاجه الجسم بيصنعها او اكزوجينوس، اندوجينوس زي الميلانين واتكلمنا عن قصه تصنيعه بالكامل. اوكي طب والهيموجلوبين برضو ايه والحاجات المشتقات منه كمان، هيموجلوبين دريفتس اللي هو المصدر من الحاجات المتكسره منه. وبعد كده عندي الليبوفيوجن اللي هي عباره عن ايه عباره عن السكند لايزوزوم اللي ما قدرش يحل الحاجات الايه اللي بلعها. طب بعد كده عندي الدست او الكربونز اللي موجوده عندي فين في الالفيولاي بتاعت اللنج كده. اوكي متكون هناك الدست سيل بلعتها وقعدت ايه وقعدت بهناك في التيشو كده. طب بعد كده عندي التتولا اللي احنا ايه بنحقنه والهيستوسايت برضه بتروح ايه تبلعه. طب بعد كده عندي مين الايه اللايبوكرومز، اللايبوكرومز عباره عن ايه الكاروتينز اللي انا باكله في الاكل بتاعي من بره، الحاجات اللي هي بتبقى صفرا زي الجزر والحاجات دي، الجزر الجزر اوكي والطماطم والايج والبيض والحاجات دي كلها. اوكي بتتخزن في الفات. اوكي طيب بعد كده عندي مين عندي المينرالز المعادن التسمم بيها زي السيلفر الفضه بيعمل ايه بيكون في السكن، والمتسمم بالليد بالرصاص بايه بيبان في الجنب في اللسان. اخر سؤال الاكسشنال بيجمنتس ار ذا فيلم اكسبت، عندي داست وكربون ايون دي حاجات انا بشمها، تاتو ايون دي الحاجات اللي احنا بنحقنها، لايبو فيوجن احنا قلنا الفرق ما بين اللايبو فيوجن واللايبو كرومز. اللايبو فيوجن ده عباره عن اللايسوزومز اللي جسمي بيصنعه انا ماليش دعوه بيه مش جاي من بره، اللايبو كرومز لا ده جاي من الكاروتين اللي انا بدخله في اكلي، يبقى دي ده ايه اكزوجين العادي، اللايبو فيوجن ده اندوجينوس. الفرق ما بينهم يا دكاتره. يبقى انا عندي المينرالز انتوكسيكيشن تسمم المعادن اللي انا بدخلها برضو ايون، يبقى انا عندي اجابه مين سي. بس ثانك يو دكاتره اخيرا، يعني اتمنى اكون يعني سهلت عليكم اي حاجه، ولو عندك اي مشكله تواصلوا معانا على البوت عادي. والسلام عليكم دكاتره.